مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه. جلسه بعد الظهر كنت وعدتكم بالجلسه الصباحيه، راح اقوم اذا بدكم الكلام وشرح سيكولوجيه التداول وطريقه او تاثير النفسي، عامل النفسي على تداولنا وعلى الاستثمارات اللي ندخل فيها بشكل يومي. طبعا الاستثمارات منا سهله جدا في الاسواق الماليه وسوق الفوركس، وفيها مخاطر مرتفعه جدا، وهذا بدل على اذا بدكم مدى خطورتها او مدى جديتها. والتداول منه هو فقط انه نحن دخلنا بمركز شراء وبيع وقد ضغطنا على اذا بدكم كليك مركز شراء وبيع، ولكن هي نوع من انواع الاستثمار. فطبعا بجديته ما راح يكون سهل، ولكن بدي اتكلم اليوم عن سيكولوجية التداول، يعني تأثير الانخفاضات والارتفاعات على نفسية المستثمر والمضارب، واللي بخليه يغلق مراكزه على خسارة اكثر من المراكز الربحانة. طبعا ما في، يعني من الصعب ابتداء بمركز يعني فورا بغري يعطيني بعض الارباح، وارده اللي هي بيكون عندي نقاط معينه او دخول معينه او جولدن انتري خليني اسميها، او نقطه دخول مميزه جدا، ولكن بالحقيقه انه الاسواق ما بترتفع بشكل واضح او بتنخفض بشكل واضح. هيدي ممكن تكون يعني طبعا اذا بدكم خليني اقول بحالات معينه اللي هي بيكون فيها ارتفاعات وانخفاضات ضخمة جدا، وبتشوفوا شموع يابانية دموية خليني اسميها، لأنه بتكون شمعة خضراء تابعة لفريق الثيران، شمعة ضخمة جدا أو شمعة حمراء ضخمة جدا. طبعا ممكن إذا في حال دخلنا بالاتجاه الصحيح ممكن نجني فقط أرباح سريعة منا وبشكل سريع، ولكن طبعا ارتفاعات الأسواق المالية اللي هي بتتضمن موجات انخفاضات وارتفاعات، هذا الشيء بدل على خليني أقول صعوبة في التداول، لأن نحن بنكون مفكرين إنه السوق لازم يرتفع، ولكن الانخفاضات والمراكز التصحيحية بتعطيني شوية صعوبة أو بنواجهها، وبتصير تأثر على نفسيتي وعلى نفسية المستثمر والمتداول، وبكون عم بينظر لمركزه بشوفه ربحان فجأة خسران، فجأة ربحان عن جديد أو خسران عن جديد. فبهذه الحالة طبعا، وخاصة بالمرحلة الأفقية، المرحلة الأفقية بنشوف فيها المركز عم بيقلب إذا بدكم ربح وخسارة بشكل متتالي وبشكل إذا بدكم متكرر، وهذا الشيء بيأثر على نفسية المستثمر اللي هو بيغلق مركزه على خسارة أو على ربح بسيط، وفجأة السوق بيمشي بالاتجاه اللي هو كان داخل فيه. فبهذه الحالة طبعا أنا بدي أحدد كيفية دخولي بالاستثمار، وأنا بدي أحدد المنطقة اللي هي عم بتداول فيها. هل يا ترى السوق باتجاه عام صاعد، باتجاه أفقي خليني أسميه، أو باتجاه عام هابط؟ فبهذه الحالة طبعا لما أحدد المنطقة اللي عم بتداول فيها، بكون عندي خليني أقول بنفيتس او ادفانتج او افضليه على الاسواق الماليه اللي اتداول فيها. طبعا مثل ما بتعرفوا انتم انه اذا في حال بدي اتداول انا بالمرحله الافقيه راح تكون صعبه كثير علي، وانما اذا في حال انا بدي انتظر اختراق من المرحله الافقيه، اذا في حال من الاتجاه الصاعد او الاتجاه الهابط، طبعا بكون عندي افضليه على الاسواق الماليه، وبكون عرفت انا انه خرجت من هيدي المرحله الافقيه ل طبعا انخفض باتجاه هابط او ارتفاع باتجاه صاعد. هلا بالنسبه لإلي انا التداول مهم جدا انه يكون بعيد عن النظر، يعني اذا في حال دخلت بمركز من الصعب جدا انه تكون عم تدخلوا بمركز وتراقبوه، وبشكل اذا بدكم خليني اقول يعني مثل اللي بحط الميتا تريدر او البلاتفورم على جواله الخاص، بكون وين ما يروح وين ما يعيش حياته بكون عم ينظر لجواله الخاص ويطلع على المراكز اللي داخل فيها. هذا الشيء غلط طبعا وخطأ جدا جدا. هلا بالنسبه لي انا التداول بكون على الديسكتوب، بكون في البيت او بمكتبي او بشركتي الخاصه. فبهيدي الحاله طبعا بكون عم بتداول انا بمحل او مكان معين اللي انا بلاقي اذا بدكم المكان ملائم لي ومريح طبعا لي لاخذ قراراتي بشكل جدي وبشكل واضح. وانما انا اذا في حال بدي افكر بالاستثمار طبعا من ورا ما ادخل بمراكز الاستثمار اللي هي مركز شراء او مركز بيع، انا برجع فقط براقب مركزي من ورا فتره زمنيه محدده، يعني ما في انا ادخل على خلينا نقول على الرسوم البيانيه واتداول وادخل بمركز شراء او بيع وضلني عم راقب الجوال تبعي او المركز اللي داخل فيه. فبهذه الحاله طبعا تذبذب وتقلب الاسواق الماليه ان كان بالمرحله الافقيه او حتى بالانخفاضات والارتفاعات. مثل ما بتعرفوا اذا نحن شايفين الدولار كاد على سبيل المثال لازم ينخفض، وطبعا الانخفاض ما راح يكون بشكل واضح انخفاض، وانما بكون عندي موجات
خليني اقول تصحيحيه واندفاعيه، مثل ما عم تشوفوا امامكم، بنخفض بالسوق بدخل موجه تصحيحيه، برجع بنخفض موجه اندفاعيه، تصحيحيه عن جديد، اندفاعيه تصحيحيه عن جديد، اندفاعيه تصحيحيه. فبهيدي الحاله طبعا بكون انا بالمراحل التصحيحيه بكون عم باثر السوق علي او على نفسيتي بشكل سلبي. ليه؟ لانه عم شوف انا الخسائر او اذا بدكم المركز تبعي عم يتقلب بين مركز ربحان ومركز خسران. فبهيدي الحاله انا لازم اغلق جوالي، اغلق الديسكتوب اللي انا داخل بالمركز فيه، وابعد عن الرسوم البيانيه لحديت ما انا انتظر التيك بروفيت او الهدف اللي انا حاطه امامي. فبهيدي الحاله طبعا اول نصيحه بعطيكم اياها هي انه من ورا ما تتداول او تدخلوا بمركز معين، غلقوا المركز، غلقوا الجوال، وطبعا غلقوا الجوال والديسكتوب، وعيشوا حياتكم بشكل طبيعي، ولكن كونوا عارفين انه انتم داخلين وقف خساره ستوب لوس او تيك بروفيت تحديد ربح بشكل دقيق، وعارفين انه انتم ما راح تغلقوا المركز قبل ما يستهدف او قبل السعر ما يلمس وقف الخساره او تحديد الربح. فبهيدي الحاله بكون انا عم بشتغل بشكل جدي، بشكل خلينا نقول بروفيشنال، وممكن انه يعني طبعا بتقبل اذا في حال لمس وقف الخساره بتقبل انه انا تحليلي كان خطا وانا ممكن نبش على استثمار اخر جيد. طبعا ليكل العملات والازواج اللي عندي اياها كثير كثير على منصه التداول، فبهيدي الحاله انا ما في لزوم يعني روح بالعاطفه مع عمله معينه. اذا في حال انا دخلت بمركز يورو دولار وكان هذا المركز خسران، ما في لزوم انه انا يعني خليني اقول اتحدى اليورو دولار واقول انه لا بدي ارجع اجني اربح منه وارجع خليني اقول اكسب من يعني هذا الزوج. فبهذه الحاله ممكن اذا في حال دخلت بمركز خسران على اليورو دولار وتحليلي كان خطا وحاسس انه انا مني عم بقدر يعني اكتشف اتجاه الصحيح لهذه العمله او هذا الزوج المعين، ممكن انه غير الرسم البياني، غير الزوج اللي عم بدخل فيه او عم بتداول فيه، خليني ارجع ابتدي بتحاليل عن اول وجديد، بتحاليل جدي، بتحاليل نظيفه خليني اسميها، وارجع ابتدي تداول واستثمار عن اول وجديد. فبهذه الحاله في عندي اشخاص مثلا بيتداولوا بزوج اليورو دولار على سبيل المثال بيخسر مركز، فبحب انه يضل يتداول بنفس الزوج وبصير يخسر اكثر واكثر. فبهذه الحاله النصيحه لكم اذا في حال كان نهار مثلا منه موفق، دخلتوا بمركز على اليورو دولار وخسرتوا فيه، يا اما بدكم تتفادوا التداول خلال جلسه التداول اللي خسرتوا فيها كرمال ترجعوا بنفسيه افضل بنهار ثاني او بجلسه تداول ثاني، يا اما ممكن انه ترجعوا تنبشوا على زوج اخر او اشاره دخول خليني نقول يعني واضحه اكثر وجيده للاستثمار. فجرب لكم اياه، انا تخسروا مركز واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة نقول جدي عند استثماري أو دخولي دولار صباحا انه ممكن نرجع نشوف مستويات مواطيه، وكنت دخلت في بوناتشي اكسبانشن وريتريسمنت قلت لكم ممكن نرجع نزور مستويات خلينا نقول ال 76 او ال 84.6%. فبهيدي الحاله طبعا كنت انا عم برجع لكم انه ممكن يكون عندي اشاره شراء عند هذه المستويات. انا بالنسبه لي هون كنت هيك فسرت لكم بعض الامور البسيطه اللي هي بتدل على نفسيه او سيكولوجيه التداول. بجلسة تداول جديدة طبعا رح اشرح لكم امور تفاصيل اكثر، كيفية دخولي انا او كيفية انا شخصيا التداول او كيف بتداول بشكل جدي على الاسواق المالية، وبعطيكم بعض التبس الاساسية اللي تستعملوها في جلسة التداول اللي عم تكون بشكل يومي اذا بدكم عم